اخويا حيت السبب ديال الجديد تهمس بزاف لدرجة ان السبب كاملين كل شيء عاطل، حتى واحد ما يعني ما كيلقاوش خدمة، فإذا به كيلتجوا انهم يمشيوا يحرقوا في قوارب ديال الصيد، وهادشي كامل راه باين بالناس. واه خويا اش نقول لك، القوارب كيخرجوا من هاد النيت الجديدة راه بزاف. واش كتشوف بنادم 30 عام 40 عام ما داير والو في هاد البلاد هادي، شنو غيبقى يدير؟ راه كيقول لك اللهم نموت، راه في هاد البلاد جوج حوايج كيتسناك، من المدرسة غتمشي للحبس، ولا من المدرسة غدوز البلية. راه من أحسن حاجة عندك هي شد لك قوارب الموت، أحسن حاجة تشد الهجرة، راه تدو مع أصغر واحد في هاد المدينة الجديدة هادي واللي يقول لك باغي نحرق. أصغر واحد كيقول لك أنا ما عندي ما ندير في هاد البلاد هادي، شنو ندير؟ نخرج نشفر؟ حنا نقولوا مشي يترزق يخدم على راسه يترزق يجيبها في حلال، يخدم 100 درهم في السيمانة ولا 150 درهم في السيمانة، شنو غدير لي؟ 100 درهم راه ما كتصلي حتى للدار. وكيجي يقولك المغرب زوين بقى فيه، البلاد زينة، ولكن المسيرين ديال البلاد راه خايبين، راه من راسي وجبد، راه غتجي الفرصة راه ما غنعطلها، راه تقهرنا. حراقة حيت البلاد محروقة، كاين بزاف العوامل اللي كيخلي الشباب كيريسكي، كاين بزاف العوامل منهم بطالة، بنادم ما لاقيش خدمة، ما عندوش غير مبريكولي، يعني منين غيديباني راسو؟ لا صحة لا تعليم لا فن لا رياضة، أي قطاع مهمش، ما كاينش شي قطاع يحمر. وش غنقول لك، بما أن الحكومة ما قدرتش تسير البلاد وما باغينش الشعب يفرشهم يطالب بالحقوق ديالو، اذا شنو باقي؟ حلوا ليهم البحر، خليو لنا الحوت. والله اخويا البلاد غدا في خسران وحق الله. ندوي على انا البلاصه اللي ساكن فيها مدينتي جديده والنواحي، ندوي على جديده والنواحي، عندنا اكبر مركب صناعي جرف صفر، اش قايمه عندنا الفوسفات اللي هز البلاد، والساكنة اللي ساكنين في جديدة والنواحي دكالة بصفة عامة قامعينهم، علاش؟ يلا علاش؟ اش بغي شي يبقى يدير؟ خلوا الجزائريين، خليني نروح فابور لو، خليني نروح قلبي مجروح. كيبقى فيك الحافش كتشوف في الحيوانات في اوروبا عندهم حقوق على المغاربة، يلا تقيم اي حيوان عنده حقوق وعنده شي حوايج اللي احسن منك نتايا، يلا اش بغيتي نبقى ندير؟ انا راه ينفوتيني فرصه في الحرايق من غدا من دابا، والله ما نبقى، وموالي الدار عارفين الفكره صافي، ما بقى ما يدير. نكذبش عليك، كاينين كاين الخدمه ولكن قليله وبالواسطه. عندو انا مثلا انا ولاد المدينه ديالي انا جديده، بالنسبه للناس اللي كيقولوا باغي دير هنايا انت ما بقاش قلبش، عندك غير لا زون اللي ساكن فيها انا السعاده، حي المطار، حي امال، مكشيخ، نوريك دار بدار، دراري عياهم يقلبوا، دراري طابوا بتشقلاب وعدهم كفاءات، ولكن الله غالب والو. علاش؟ راكم عارفين الجرف الصفر ديما عاطي البراني، حنا ولاد المنطقه مهمشينا، وكنا دوينا في هذا الموضوع هذا ودرنا مظاهرات وهذا، ولكن ولا اذن صاغيه. ما نكذبش عليك اخويا، انا ماشي كنحرض الشباب على الهجره، ولكن راه هذا هو الحل الوحيد اللي بقى عندنا. وما نكذبش عليكم، انا انفو تجيني فرصه والله ما نبقى. وبالنسبه لهذوك اللي كيقولوا فاش كنتاقدوا البلاد، كيقول لك هذا باغي يزرع الفتنه، هذا خائن، راه اكثر حب الوطن هو اللي عاد الشعب، حب الوطن اللي عاد الشعب ما عادش الاخرين هذوك اللي حاكمين. علاش؟ شحال تشوف الحراقه فاش كيكون لاعب منتخب في الغربه، تشوف الهستيري الروينه اللي كيديروا، شوف كاس العالم ديال روسيا فاش ظلمونا وتقصينا وهذا، شوف المغاربه اللي سكت لي قلبه واللي مات اللي مرض، وفي الاخر يقول لك خائن هذا باغي يزرع فتنه. حنا ما عندناش مشكل مع الوطن، حنا عندنا مشكل مع اللي حاكمين الوطن.
الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.